بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئل أحد السلف وهو حاتم الأصم رحمه الله كيف يؤدي صلاته، فقال: أكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بتخشع، وأسجد سجودا بتذلل، وأعتبر الجنة عن يميني والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت على رأسي، وذنوبي محيط بي، والله مطلع عليه، وأجعل في صلاتي الخوف منه سبحانه، والرجاء في رحمته، وأعتدها آخر صلاة في عمري، وأتبعها الإخلاص ما استطعت، ثم أسلم ولا أدري أقبلها الله مني. فالسلف الصالح وما كان لهم من أحوال خاشعة في الصلاة لابد وأن معاني عظيمة كانت تفيض على قلوبهم، وأسرارا جليلة تشرق على أرواحهم. من هنا أود من كل قلبي أن أحملكم اليوم وفي اللقاء المقبل بإذن الله في رحلة قصيرة حسب ما يسمح به الوقت، نجول في حنايا عالم الصلاة، نتعرف بعض معاني الأقوال وأسرار الأفعال فيها. ننطلق من نقطة البداية مع صوت المؤذن يصدح في الأكوان مناديا إلى الصلاة: الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، كل ما في هذا الدين مميز، حتى وسيلة الإعلام بدخول وقت الصلاة ليست عادية. فكلما سمعتم المؤذن ينادي للصلاة تذكروا لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشأن إيجاد وسيلة لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فاقترح البعض الناقوس والبعض الآخر اقترحوا البوق، لكنه رفض لأنه ما مما يميز اليهود والنصارى. والله يريد لنا شخصية مستقلة معتدة بنفسها، لا تقلد هذا أو تتبع ذاك. الله يريدك المسلم الواثق من دينه ومن قدراته. فإذا تخلينا عن هذا وانسلخنا عن هويتنا صارت الأمة إلى الذل والهوان. ألم يخبرنا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن تقلدون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلدناهم والله في كل شيء يا رسول الله، حتى صرنا أسرى تلك الجحور. لذلك قدر الله أن يصدح الأذان في اليوم 5 مرات يذكرنا من نحن بهويتنا الإسلامية. ليس نداء إلى عبادة بكلام عادي مثلا: الصلاة الصلاة، فلو كان هكذا لقضي الأمر وعلم الناس بموعد الصلاة وانتهينا. لكنه تعالى أراده كلاما جامعا لعقيدة التوحيد الحق الموافقة للفطرة، لا نسمعه فحسب بل نردد خلفه كل جملة بمثلها تماما، بل ويترك صدى في وجداننا: الله أكبر، الله أكبر. تنبيه للسامع، لبي النداء، اترك ما أنت فيه، فالله أكبر منه. حقا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إن الله الذي لا إله غيره هو الذي يدعوك. وعندها أقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من قال هذا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. أشهد أن محمد رسول الله، تذكر أن محمدا أرسله الله ليخرجنا من الظلمات إلى النور، يجب أن أتبعه ما دمت أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، قم وأسرع إلى الاتصال بربك. حي على الفلاح، قم وأسرع إلى الفوز والنجاة. يجب أن أتفاعل وألبي، والقيام يحتاج إلى قوة، وقوة أستمدها من الله. لذلك أذكر: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، تذكيرا أن الذي يدعوك هو الله أكبر، فلا تنشغل عنه بشيء. حقا الله أكبر، ولا تكن ممن اتخذ إله هواه فانشغل به، فإنه لا إله إلا الله، حقا لا إله إلا الله. وهكذا فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فعلنا يا رسول الله، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، أنا البشر الضعيف المذنب أصلي على خير خلق الله مرة، فيصلي علي خالق الأكوان رب العالمين بدل منها 10 مرات. وكانت البشرى أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع نداء
اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة التوحيد التامة باقية إلى يوم الدين، والصلاة القائمة القائمة لذكر الله أبدا لا تسقط. آتي محمد وسيلة منزلة متميزة في الجنة والفضيلة، المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، وبعثه مقاما محمودا، وهذه لصالحنا فبها يشفع لنا. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته طلبها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. تأملوا كم أحبنا صلى الله عليه وسلم ونحن نستكثر أن ندعو بهذه الدعوات. الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن دعائنا له، فالله سبحانه أعطاه الرتبة والمقام بدعائنا أو بدونه، لكنه شرف عظيم لنا أن أشركنا الله تعالى في هذا الأمر. وبعد أحبتي، ونحن أصحاب حاجات ولدينا الكثير من الأمنيات، في كل موعد أذان فرصة عظيمة ندعو فيستجاب لنا. فقد أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. كل هذا العطاء ونحن لا نبالي، يؤذن المؤذن فهذا يكمل حديثه، ولربما كان في جلسة استغابة فلا ينصت ولا يردد وراءه، وربما أغلق الشباك وآخر مطروب على أغنية فيرفع من صوتها حتى لا يشوش عليه صوت الأذان. نضيع على أنفسنا خيرا عظيما، الله مساكين. غير أن البعض أدركوا هذا السر العظيم ولم يقبلوا أن يفوتوه، وصمموا على جمع كم كبير من الحسنات ونيل الدرجات، فراحوا يتتبعون الأذان على كل المحطات الفضائية واحدة تلو الأخرى، يرددون معه ثم يأتون بالأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البعض الآخر بقي مشغولا بتتبع الفيديو كليب على المحطات الفضائية والترديد وراء الأنغام. الأذان نعمة ذهلنا عنها، فهناك من يعيشون في الغربة، فكلما جاء وقت فريضة وضعوا شريطا للأذان ليعيشوا نعمة الإسلام. أحبتي في الله، إذا سمعنا المؤذن نتذكر هول النداء يوم القيامة: اليوم يقال لنا حي على الصلاة حي على الفلاح، وغدا يقال لنا حي على الحساب. ولاحظوا أحبتي